بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية السنة الخامسة ابتدائي، نستأنف مع الصفحة رقم 22. كما نرى في أعلى الصفحة جو مونتخين، أنا أتدرب. عندنا هنا لو فيرب سونتخيني، سونتخيني يعني تدرب، كما لو نقول أنك تدرب نفسك. جو مونتخين، أنا أتدرب. جيكسبلوات دوتر أكت دو بارول دون دو نوفيل سيتياسيون. إذن جو مونتخين، أنا أتدرب. جيكسبلوات يعني أنا أستغل، جيكسبلوات يعني أنا أستغل، ولكن ما عندهاش المعنى ديال أنا أنتفع مثلا بشكل مفرط، كما نعرف عن كلمة الاستغلال. هنا عندنا جيكسبلوات، أنا أستغل بمعنى أنا أستثمر أو أنا أوظف. جيكسبلوات كما عندنا هنا دوتر أكت دو بارول، كما نقول أنا أوظف أفعال كلام، أنا أوظف أفعال كلام. المقصود بها أنني أقول شيئا وكأنني أفعله، إذن أنت تتكلم وفي نفس الوقت كأنك تقوم بفعل، يعني أنك تقول كلاما ولكن فيه تفاعل. جيكسبلوات دوتر أكت دو بارول دون دو نوفيل سيتياسيون، يعني أنا أستغل كما نقول أفعال كلامية أخرى دون دو نوفيل سيتياسيون، يعني في وضعيات جديدة من غير أنني أكون واقف في الساحة مع التلاميذ أقدم ابنة عمي لهم أو أقدم التلاميذ لابنة عمي. هذه وضعية، طبعا سنتكلم عن وضعيات أخرى. إذن جيكسبلوات، أنا أستثمر أو أنا أستغل كما عندنا هنا، ولكن المقصود أنا أستعمل دوتر أكت دو بارول. أكت دو بارول كما نقول فعل كلامي، يعني أنك تتكلم وتتفاعل من خلال هذا الكلام. مثلا عندما تقول بونجور، إذن فأنت توجه هذا الكلام لشخص أمامك، إذن نتكلم عن أكت دو بارول. عندما تقول مثلا بروني فوز أفير، بروني فوز أفير، خذوا أدواتكم، إذن طبعا هنا أنت تتفاعل بهذا الكلام، إذن نتكلم عن أكت دو بارول. إذن هنا جيكسبلوات دوتر أكت دو بارول، أنا كما نقول أستغل أفعال كلامية أخرى دون دو نوفيل سيتياسيون، يعني أنا أستغل أفعال كلامية أخرى في وضعيات جديدة. ثم جونغيشي، طبعا عندنا لو فيرب أونغيشيغ، تنقول على شي واحد بأنه غيش يعني أنه غني، نقول عن شخص بأنه بوفغ يعني أنه فقير. أنوم بوفغ رجل فقير، أنوم غيش يعني رجل غني. عندنا هنا لو فيرب أونغيشيغ يعني أغنى، أنا أغني، المقصود أنني أزيد، المقصود أنني أنمي. جونغيشي يعني أنا أغني بمعنى أنا أنمي. جونغيشي مون بروبو، أنا أغني حديثي، أنا أغني حديثي، المقصود أنني أنمي حديثي. باغ لي زيكسبرسيون دو بوليتيس، بعبارات الأدب. طبعا الأدب نتكلم عن الاحترام، إذا نتكلم عن الأخلاق هنا. إذن جون غيشي مون بروبو باغ لي زيكسبرسيون دو بوليتيس، أنا أغني أو أنا أنمي مون بروبو يعني حديثي كلامي. باغ لي زيكسبرسيون يعني من خلال عبارات، طبعا سأتعلم عبارات جديدة لأستغلها في حديثي حتى يبدو هذا الحديث جميلا وفيه أدب وأخلاق. باغ لي زيكسبرسيون دو بوليتيس، نتكلم عن عبارات الأدب أو عبارات الاحترام. إذا نقول مثلا بونجور، إذا عندما تقول بونجور، إذا هذه عبارة من العبارات ديال الأدب. إذا تقول لشخص يوم سعيد، ميرسي، شكرا، سالو، كما لو تقول السلام أو تحية. أونشانتي، أونشانتي تجي من لونشانتمون، لونشانتمون يعني السحر أو الافتتان. إذا عندما أقول أونشانتي كما لو نقول أنا مسعور أو أنا مفتتن، أنا مسعور أو أنا مفتتن، ولكن المقصود أنني فرح بلقائك، أنا فرح بلقائك إلى حد الافتتان بهذا اللقاء، هي طريقة فقط للتعبير عن فرحة اللقاء بالآخر. إذا نتكلم عن أنشانتي. طبعا في المؤنث نضيف غافي، غافي نفس الشيء تقريبا، غافي تأتي من فعل غافيغ يعني اختطف.
عندما أقول غافي، عندما أقول غافي كما لو أقول مختطف. طبعا مختطف تبقى هكذا، ولكن المقصود بها جو سوي غافي، أنا مختطف. المقصود أنني بلقائك فرح إلى حد الإحساس بالاختطاف. أنا فرح بلقائك إلى حد الإحساس بالاختطاف. إذن كما لو أقول جو سوي غافي، أنا مختطف. طبعا نفس الشيء مع أنشانتي، كما لو أقول جو سوي أنشانتي، أنا مفتتن، أنا مفتتن، جو سوي أنشانتي. طبعا هذه الكلمة تقال مختصرة. إذن تقول مثلا أنشانتي أو بغافي دو فو كونيتر، فرح بمعرفتك، بدون أن تقول أنا فرح بمعرفتك. إذن تقول غافي دو فو كونيتر أو بيان أنشانتي دو فو كونيتر. إذن عندما تكلم عن غافي المقصود بها أنشانتي، شاغمي، ترونسبورتي. إذن كما لو نتكلم عن غافي دو جوا إي ديتونمون، يعني أنا مختطف بالفرح وبالمفاجأة. إذا نتكلم عن أنشانتي، أحيانا نتكلم عن شاغمي أو بيان غافي. طبعا من ضمن لي زيكسبرسيون دو بوليتيس، عبارات الأدب، هنا أو روفوار، هنا أو روفوار، عندنا أو روفوار، إلى اللقاء، أبيانتو، أو روفوار. كما نرى عندنا لو فيرب فوار يعني رأى، ثم عندنا روفوار، ثم عندنا روفوار يعني أنك ترى مرة أخرى. مثلا لو فيرب فير اي روفير يعني أنك تفعل شيئا ثم تفعله مرة أخرى. مثلا اكخير يعني أنك تكتب، ثم غي اكخير يعني أنك تكتب مرة أخرى، تعيد الكتابة. عندنا هنا فوار يعني أنك ترى، ثم عندنا روفوار يعني أنك ترى مرة أخرى. إذن عندما نقول او روفوار كما لو نقول إلى رؤية جديدة، او روفوار كما لو نقول إلى رؤية جديدة، او روفوار المقصود إلى اللقاء. طبعا بيانتو، بيانتو المقصود بها قريبا. إذن عندما أقول أبيانتو كما لو أقول إلى قريبا، المقصود إلى اللقاء. ثم عندنا أون أوتر فوا، ثم عندنا أون أوتر فوا المقصود بها إلى مرة أخرى، أون أوتر فوا المقصود بها إلى مرة أخرى. ثم عندنا أون سو روفيغا، أون سو روفيغا، من أين تأتي أون سو روفيغا؟ طبعا إذا عدنا إلى فعل فوار اللي هو فعل رأى، إذا رجعنا إلى فعل فوار، إلى فعل رأى، ماذا نقول في الفيتير سامبل؟ إذا صرفنا فعل فوار في المستقبل ماذا سنقول؟ سأقول مثلا جو فيغي، جو فيغي يعني أنا سأرى، تو فيغا أنت سترى، إيل فيغا، إيل فيغا هو سيرى. مع إيل الصرف الذي يأتي بعد إيل نفسه يأتي بعد آل. إذا قلت إيل فيغا نفس الشيء أقوله مع آل، سأقول إل فيغا، إل فيغا هي سترى. أون فيغا طبعا الفعل يبقى نفسه بعد أون، المقصود أننا سنرى، أننا سنرى، أون فيغا يعني أننا سنرى. طبعا عندما أقول أون فيغا هذا الضمير ضمير أون أنه لا يجسد مباشرة بشكل مباشر الفاعل، يعني ممكن أنني أكون أنا وأستعمل هذا أون فأقول أننا سنرى، وممكن أنني أكون أنا ومجموعة من الأشخاص معي لا أريد أن أذكر أسماءهم فأقول أون فيغا أننا سنرى، وممكن أن تكون هناك مجموعة أشخاص سترى فأقول أون فيغا أننا سنرى، وممكن أن مجموعة من المجتمع سيرى فأقول أون فيغا يعني أننا سنرى. إذا نتكلم عن أون، إذا أون لا يحدد بالضبط غالبا الفاعل، يمكن أن يحدده بشكل تلميحي كما عندنا هنا. إذن عندنا إيل فيغا هو سيرى، إذن إيل فيغا هو سيرى، نو فيغون فو فيغي إيل فيغون، هذا صرف لو فيغ فوار، روفوار كما شرحنا قبلا، يعني نتكلم عن الفعل رأى مرة ثانية. إذن فالصرف هو نفسه فقط نضيف هاد غو، سأقول ماذا؟ جو روفيغي،
أنا سأرى مرة ثانية. Tu reverras. أنت سترى مرة ثانية. Il reverra. يعني هو سيرى مرة ثانية. إذن عندما أقول on reverra يعني أننا سنرى مرة ثانية. في الحقيقة ليس فقط le verbe revoir. عندنا le verbe se revoir. Se revoir. نضيف أيضا هاد se. بعد إضافة هاد re لفعل voir لفعل رأى نضيف أيضا نضيف هاد se. ما فائدة هاد se؟ طبعا إضافة للأفعال. عندما تضاف هاد se للأفعال هاد الأفعال تسمى des verbes pronominaux. Des verbes pronominaux. إذا نتكلم عن verbe pronominal إذا نتكلم عن فعلين يتضمن هاد se. إذا ممكن هاد se نضيفها فقط لي voir. Le verbe voir هذا فعل رأى. ولكن عندما نقول se voir المقصود تراءى. ما معنى تراءى؟ كل شخص يرى الآخر، يعني أننا نتكلم عن رؤية متبادلة. ممكن أنني أقول on se verra. ممكن أنني أتحدث مع شخص في الهاتف فأقول له on se verra. يعني أننا سنتراءى. يعني أننا سنتراءى. On se verra. يعني أننا سنلتقي ونتراءى وينظر بعضنا بعضا. إذا نتكلم عن هذا الفعل أنه متبادل. إذا نتكلم عن se voir. أما عندما نقول se revoir المقصود بأننا سنعيد مرة أخرى النظر بيننا. المقصود أننا سنتناظر من جديد. إذن عندما أقول on se reverra المقصود أننا سنتناظر في المستقبل وهذا النظر سيكون متبادلا في المستقبل بيننا. إذن نتكلم عن se reverra. هاد غ تدل على إعادة الفعل وهذا سه تدل على أن الفعل متبادل. هذا هو الفرق. إذن عندما نقول on se reverra المقصود بها أننا سنتبادل الرؤية في المستقبل. نتكلم هنا عن le verbe se revoir au futur simple. إذن نتكلم عن فعل se revoir المقصود فعل تبادل النظر في المستقبل. إذن عندما نقول هذه العبارة هكذا، إذن عندما نقول هذه الصيغة بهذا الشكل on se reverra إذن كما نرى المقصود بأننا سنتبادل مرة أخرى النظر في المستقبل. إذا نتكلم هنا عن le verbe se revoir. Se revoir المقصود تبادل النظر مرة أخرى. يبقى فقط الزمن الذي سنصرف فيه الفعل، وهنا هذا الفعل مصرف في المستقبل. المقصود أننا سنقوم بهذا الفعل مستقبلا. إذن كما نرى هذه مجموعة صيغ نستعملها طبعا عند اللقاء وعند الافتراق. ثم عندنا في الفقرة الخامسة جو مي فاليو، يعني أنا أقيم نفسي. عندنا هنا لو فيرب سي فاليوي. سي فاليوي طبعا بنفس الطريقة. إذا تكلمنا عن لو فيرب اي فاليوي المقصود بأنك تقيم شيئا، يعني أنك تنظر إلى كأس أمامك تريد أن ترى قيمته، أن ترى مثلا جودته إلى آخره. إذا نتكلم عن لوفر إيفاليوي. أما سيفاليوي يعني أنك تقيم نفسك. طبعا عندما نقول أنك تقيم نفسك طبعا مع جو يمكن أن أقول جو ميفالي، مع تي تي تيفالي أنت تقيم نفسك، إل سيفالي يعني هو يقيم نفسه، نو نو زيفاليون نحن نقيم أنفسنا إلى آخره. يعني أن الفعل يصرف. إذن عندنا هنا جو مي فالي يعني أنا أقيم نفسي. إذن جو بارتيسيب على لا بريزونطاسيون دون بيرسون أو شوا دو جروب. نو لوي بارلورون دو نوتر كارتيي، دو نوتر فيل، دو نوتر فيلاج، دو نوتر فيرم. جو بارتيسيب على لا بريزونطاسيون دون بيرسون أو شوا دو جروب. إذن أنا أشارك في تقديم شخص أو شوا دو جروب من اختيار الفريق. إذا أنا أكون ضمن فريق، هذا الفريق وأنا معهم سيختارون شخصا ثم أنا سأشارك في تقديم هذا الشخص لبقية الأشخاص. إذا جو بارتيسيب على بريزونطاسيون أنا أشارك. عندنا هنا لو فيرب بارتيسيبي يعني فعل شاركة. جو بارتيسيب على بريزونطاسيون أنا أشارك في تقديم دون بيرسون. طبعا لا بيرسون كما نرى أن كلمة مؤنثة
لكنها تعني المذكر والمؤنث. إذن عندما أقول une personne، إذن المقصود بها الشخص رغم أنها كلمة مؤنثة. إذن عندما أقول شخص فهذا المقصود به شخص مؤنث أو شخص مذكر، سواء كانت امرأة، طفل، طفلة، رجل إلى آخره. إذن نتكلم عن une personne. إذن je participe à la présentation d'une personne au choix du groupe. إذن أنا أشارك في تقديم شخص au choix. طبعا نتكلم عن لو فيرب شوازير. لو فيرب شوازير المقصود به اختار او شوا، كما اقول من اختيار. دو غروب من اختيار الفريق، لو غروب يعني الفريق، مون غروب يعني فريقي، نو لوي بارلورون نحن له نتكلم. طبعا عندنا لو فيرب بارلي او فيتور سامبل هو اللي صرفنا فيه لو فيرب سو ريفوار. لو فيرب سو ريفوار يعني تراءى، تناظر مره اخرى. اذا عندنا هنا لو فيرب بارلي مصرف في نفس الزمان اللي هو لو فيتور سامبل. نو لوي بارلورون، نو بارلورون نحن سنتكلم، نو لوي بارلورون نحن سنتكلم له. سنتكلم له عن ماذا؟ دو نوتر كارتيي، سنتكلم له عن حينا، ثم دو نوتر فيل عن مدينتنا، ثم دو نوتر فيلاج عن قريتنا، ثم دو نوتر فيرم عن مزرعتنا، حسب الحالات. إذا نتكلم هنا عن لي سيتياسيون، سولون لي سيتياسيون، حسب الوضعيات. نو لوي بارلورون دو نوتر كارتيي، دو نوتر فيل، دو نوتر فيلاج، دو نوتر فيرم، سولون لي سيتياسيون، حسب الوضعيات، حسب الوضعية المناسبة. جو بريزونت ان ميني البوم دو فوتو دو كلاس افيك مي كاماراد. انا اقدم نصف البوم. الالبوم هو مجموعة صور. نتكلم على الالبوم. طبعا كلمة ألبوم أصبحنا نقولها بالدارجة، يعني كلمة ألبوم تعني مجموعة صور. إذن جو بريزونت أن ميني، ميني المقصود به نصف. إذن عندما أقول جو بريزونت أن ميني ألبوم، المقصود أنا أقدم نصف ألبوم. دو فوتو من الصور، دو كلاس الخاصة بالقسم، افيك مي كاماراد مع أصدقائي. جو غيديج دو أو تخوا فخاز. إذن أنا أكتب، جو غيديج سي لو فيرب غيديجي، دو أو تخوا فخاز، أنا أكتب اثنان أو ثلاث جمل كي فيغورون، كي فيغورون طبعا التي ستظهر. طبعا لو فيرب فيغوري يعني أنه يظهر، مثلا في مجموعة صور أو على جريدة. إذا نتكلم عن لو فيرب فيغوري. طبعا هذا الفعل يأتي من كلمة لا فيغور. لا فيغور المقصود بها هو الصورة أو الشكل أو الوجه أو الهيئة. إذا نتكلم عن لا فيغور، إذا أنا أكتب جملتان أو ثلاثة جمل كي فيغورون الذين سيظهرون، كي فيغورون الذين سيظهرون، أين سيظهرون؟ دون لو جورنال سكولير، دون لو جورنال سكولير، في الجريدة المدرسية. بور بريزونتي أن نوفيل إليف على كومينوتي سكولير، لتقديم تلميذ جديد إلى المجموعة المدرسية. pour présenter un nouvel élève à la communauté. إذن لتقديم تلميذ جديد à la communauté. طبعا نتكلم على la communauté المقصود بها، la communauté المقصود بها المجتمع. à la communauté scolaire كما نقول إلى المجتمع المدرسي، المقصود للتلاميذ والأساتذة إلى آخره. إذا نتكلم عن كل الأشخاص الموجودين بالمدرسة نطلق عليهم مثلا لا كومينوتي سكولير. إذا كما نتكلم عن المجتمع المدرسي. إذا أنا سأكتب جملتين أو ثلاثة جمل التي ستظهر في الجريدة المدرسية. من أجل ماذا؟ بور بريزونتي أن نوفيل إليف، من أجل تقديم تلميذ جديد على كومينوتي سكولير، على كومينوتي سكولير للمجتمع المدرسي، المقصود به التلاميذ، المدرسين، ثم المسؤولين بهذه المؤسسة. حتى لا أطيل نستكمل في الفقرة القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.